استاذ حماده من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سام اهلا بيك يا فندم. انا شكفتي والله بالنسبه للكماوي بلها، احنا تبع جمعيه اللي هي طارق بن زياد كره الخريجين. حماده الشرقيه كره الخريجين. طارق بن زياد. مش سامعها، اقولها كويس. طارق بن زياد، جمعيه طارق بن زياد. عمار بن زياد. طارق بن زياد، انا اسف، طارق بن زياد. تمام. يعني بشكم الكيماوي والله، الكيماوي يعني في موظف كل ما نروح صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسه، بعدين اني يعني شاري حته ارض من الخريجين، هي في الدانين ونص. تمام. ايوه. الفدانين ونص دي المفروض نصرف عليهم 8 شكاير في موسم الشتوي وفي موسم الصيفي. ايوه. هو بيديني 5 شكاير، وكل ما نروح له يقول الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده، واشترينا كمان من بره كتير، وبيبيعوا الكيماوي للناس اللي هي الناس اللي ما اللي زارعه سمك صليبين على النبي، عربها مش زارعه بيدوها الكيماوي. بص، هو برضو انا يعني بحب اقول كلمه واضحه، من حقك تاخد حصتك كامله. تمام. انما هو بيبيع كيماوي، هو في الجمعيه كيماوي حر، يعني ده في كيماوي حر بيبقى في مشكاره مختلفه، وده بيبيعه بسعر مختلف. طب احنا ما بنستفدش منه ليه الكيماوي الحر ده؟ لا، الحر انت ممكن تشتريه لان هو سعره مختلف. تمام. انما انت ما دام ليك حصه، الحصه دي لازم تصرفها. تمام. يعني ايه يبقى انا ليا 8 شكاير على الفدانين ونص وما ادينيش غير لخمسه؟ ما بيبقاش عنده شكاير في المخزن، ولا بيبقى عنده يقول لك لا هو كده؟ بص يا استاذ سامح، وعامه المخزن بيبقى فيه كيماوي، احنا بنشوف الكيماوي بعينينا. تمام. طيب هو بيمشيها خواطر بقى، الموظف بيمشيها خواطر، الكيماوي موجود في الجمعيه بس الكيماوي بيمشي خواطر. يعني في ناس زرعه سمك المفروض ما ياخدش كيماوي، الكيماوي للناس اللي زرعه الارض زراعيه. ما هو انا برضه بوضح لك نقطه. اتفضل. في كيماوي حر. انا دلوقتي هركز في نقطه مهمه، انت ليه ما بتاخدش حصتك؟ تمام. هكلم مدير التعاون وهديله رقمك بحيث ان هو يتابع انت صرفت ايه في الموسم الشتوي ده. انا صرفت 5 شكاير لوريا. لسه لك 3. لسه لي 3، مفروض 3، انا ما باخدش الثلاثه، انا باخد 2، اخر 2. حاضر. لما اجي اكلم. حاضر، وما تقلقش، يعني ما فيش حد هيضطهدك في الجمعيه ويقول لك اصل انت اتصلت بقناه مصر الزراعيه خليهم ينفعوك، اصل انت لا، احنا معاك واحنا بنتكلم علشان مصلحه الناس في قلبنا جامد. احنا ما بطلبش حاجه شخصيه، وعلى فكره انت نفسك ما بتطلبش حاجه شخصيه ليك. انت لو زرعت الارض دي مش انت اللي هتاكل المحصول بتاع الفدانين ونص. تمام. ده انا والشعب المصري كله مستنيين ارضك. تمام. بالله يا استاذ سامح، بالله احنا مصدومين ومتبهدلين من جوره الكيماوي دي. حاضر. عينيا الاثنين. دي نقطة يا استاذ سامح، دي نقطة، والنقطة الثانية أني مربي دواجن. تمام؟ أيوه. طبعا بنيجي في موسم الشتاء التكلفة بتزيد، الأنابيب بنشتري أنابيب غالية. عشان التدفئة. عشان التدفئة، تمام، وبعدين الأمراض بتزيد، يعني أني الأمراض في الشتاء مش قادر أوصفها لك. أقسم بالله يا استاذ سامح، الدورة بتكلفها تطلع 250 أنبوبة 300 أنبوبة. 250 300 أنبوبة. لا ثواني، أنت الدورة فيها كام فرخة؟ كام فئة دجاجة؟ 6000، من 5.5 ل 6. بتصرف عليها كام انبوبه؟ من 250 ل 300 انبوبه. كتير قوي. المشكله مش في كده كمان، يعني المشكله مش في كده. ايوه، المشكله في ايه؟ المشكله في الادويه، الادويه بتاعتنا الادويه البيطريه، الادويه البيطريه مش عليها رقابه، الادويه البيطريه دي اللي يعني اني مثلا لما يكون عندي مثلا مرض بدي اعالجه اجيب الدواء كاني بحط ميه بيضة. ومين اللي بيكتب لك على الدواء؟ والله دكاتره احنا ماشيين معاهم يعني. لا، ما هو يمكن يكون دكتور وانت ماشي معاه بتقول لي بجيب الدواء وكانه ميه بيضة. اولا بس مش ده مش كلامي، خلي بالك. وبعدين انا بطالب فعلا بالرقابه على الادويه البيطريه، هي موجوده. انا امبارح اول امبارح قلت مين اللي مسؤول عن تسعير الدواء البيطري وليه مش مكتوب على العبوه سعرها؟ تمام. يعني انا يعني شيء غريب جدا، احنا لو رحنا نشتري اقراص اسبرين مكتوب عليها سعر، اي دواء للانسان مكتوب عليه سعر، الدواء البيطري ما عليهوش سعر ليه؟ انا ما يعني احنا عندنا ثقه في كل الناس، بس انت النهارده لما راجل رايح تشتري مش من حقك تعرف ده بكام؟ تمام. انت عندك المزرعه بتاعتك شكلها ايه؟ فيها امان حيوي ولا لا؟ فيها والله، فيها كل حاجه. لا يعني ايه فيها والله كل حاجه؟ الامان الحيوي عندك شكله ايه؟ ما هو كل حاجه موجوده بس شكله ايه؟ امان حيوي بجد، لان انت كل ما طبقت الأمان، وده مش كلامي. تمام. انت لو اتبعنا واتبع الثروه الحيوانيه المسؤولين هم اللي فلازم يبقى عندك امان حيوي، ولازم عندك برامج تحصين شغال عليها كويس، لان هو ده اللي هينفع معاك. انما الدواء البيطري
لو مخشوش في حملات لضبط الادويه المخشوش، لو غير مرخص بتصنيعه برضه بيتم ضبطه. انا المشكله الكبيره اللي بفكر فيها وهناقش فيها المسؤولين في الفتره القادمه ان شاء الله، تمام، فين سعر الدواء؟ ايوه تمام. انت لما بتروح تشتري اخر مره اشتريت دواء بيطري امتى؟ والله يعني طول الدوره بشتري، يعني احنا ليه بقى احنا شغالين دواء على طول طبعا. كله مكتوب، كله مش مكتوب عليه سعر ولا في منه مكتوب ومنه مش مكتوب؟ لا مش مكتوب عليه. بص يا استاذ، مفيش دواء بيطري مكتوب عليه سعر. مفيش لحد، لو سالت اي حد مش انا بس، مفيش اي دواء بيطري مكتوب عليه سعر. وانت بتبقى مصدق الصيدلي وانت بتشتري منه؟ يعني انا مش بيدي بقى، يعني ادويه ماشيه في السوق، انا مش بيدي، يعني انا مش على جد، ما هو مش عليك انت لوحدك، انا عارف. بس انا اي مواطن لو راح يشتري حاجه زي كده وما عليهاش سعر هيقول لك انا ايش اعرف ان ده سعره. بس هي المشكله في كده. حاضر، بشكر حضرتك.